اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. مرحبا بكم عندي ومرحبا بالبنات اللي نضافوا جداد عندي. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه اليوم ان شاء الله الوصفه اللي غتكون وهي قناع للبشره اللي كيحيد الشعر من الوجه وكيحيد الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وكينقي البشره وكينظفها وكيفرتت دوك التصبغات اللي كتكون في الجلد. رائع البنات، كنتمنى انكم تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزابيو حتى شي لقطه لانه كله مفيد. وبالنسبه حتى للحبوب اللي كينوض لكم من بعد، حتى هو راه درت لكم واحد الطريقه اللي ما غينوضش. ها انتم، انا راه وجهي درته البارح وها انتم كيف كتشوفوا، ما نايض فيه لا حبوب لا حتى شي حاجه نهائيا، مع انه انا البشره عندي حساسه بزاف. المهم بلا ما نكثر عليكم، عوض لها اضره اوت بلا بلا بلا، نخليكم مع الفيديو ونرجعوا من بعد. اول حاجه البنات غنديروا مؤشر للبشره باش اي حاجه غنحطوها على البشره ديالتنا تكون مفيده. اول حاجه درت انا واحد المعلقه صغيره ديالت القهوه مع معلقه ديالت زيت الكوك. الا ما عندكمش القهوه وما عندكمش زيت الكوك، ديروا غير سنيده مع زيت الزيتون، ديروا غير الشوفان. المهم داك المؤشر اللي كتستعملوا نتوما، اولا الكوك مع المربى اللي عندي في القناه. المهم المؤشر اللي كترتاحوا ليه ديروه للبشره ديالكم واللي متوفر عندكم. المهم انتما كتشوفوا انا كنديرو بحركه دائريه باش كنقي البشره ديالتي من العمق ديالها، باش ملي كنحط عليها الماسك القناع اللي غندير نستافد منه اكثر واكثر. المهم هانتوما كتشوفوا انا درت هذاك المؤشر، خليكم مع الفيديو وكنتمنى انكم تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر لانه كله استفاده وكله نصائح. هانتوما في هذه اللحظه هذه انا غنغسل وجهي، غنغسلو بالماء هو الاول والماء يكون دافي لانني غنحل المسام، ضروري غنحل المسام هما الاولين. صافي ملي غسلته بالماء دافي انا خديت هذا المؤشر، هذا واخده من عند من الماكياج غزاله البنات، فن بخمسين درهم. وشوفوا حتى انا غنوريه لكم من الداخل كيفاش داير، حتى هو في دوك الحبيبات، حتى هو مؤشر كنديرو بعض المرات هكا الا كنت مزروبه ولا كنت فهمتوني ما مسالياش وباغا نقشر وجهي بالزربه تندير هذا. المهم هذا راه هو مؤشر وفي نفس الوقت مغذي للبشره، راه مصنوع من الخوخ. المهم هانتوما كتشوفوا حتى هو غنغسلو، انتما وانا وريتكم الايدي، شوفوا الحبيبات اللي فيه غزاله البنات، هذا غاخذو غير هو راه كاين فيه البروميان وكاين فيه الدوزيام. المهم نتوما سولوا من الماكياج قول لي عطوني اعطيني المزيان، المزيان راه داير 50 درهم والله ما عقلت، يا 50 يا 60 درهم، المهم في هذه الحدود هذا. ها نتوما غنزيد نغسل وجهي مزيان وغنقي البشره ديالتي مزيان باش نفتح دوك المسام مزيان، باش اي حاجه حطيتها على البشره ديالتي تستافد منها. وباش منين نحيد القناع ديالي غنوريكم كيفاش تسدوا البشره ديالتكم، وغنوريكم حتى الطريقه باش ما ينوض لكم لا حبوب لا حتى شي حاجه في البشره ديالكم. انا راه البشره ديالي حساسه قلت لكم، وحساسه لواحد الدرجه ما كتصورش على البال البنات. المهم غنغسل وجهي، غسلته بالماء دافي ودابا غندوزو باش نحضروا القناع ديالنا اللي قناع مغذي للبشره وكله فيتامين. انتم غتشوفوا باش غنصوبوا، غنصوبوا البنات بالخضره. اه القناع ديالي البنات غنصوبوا بالماء ديال الخضره، انتم غنشارك معكم كل شيء، خليكم معايا. ندوزو نمشيو للخضره. عندي بطاطا كيف كتشوفوا نقشرتها وغنحكها في ديك الحكاكه الصغيره، غنحك تقريبا النص ديالها، غنحكها في هذيك الحكاكه. وكيف كتعرفوا البطاطا الفيتامينات اللي فيها في الوصفات ديال العلاج حب الشباب كتبيض البشره، كتعالج التجاعيد، كتغذي البشره الجافه، فيها الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والزنك والبوتاسيوم، فيها بزاف البنات. بالنسبه للبطاطا ها نتوما شوفوا انا راه خديت غير النص ديالها، غناخذ واحد نص خياره، كتعرفوا حتى هو الخيار راه كيفتح البشره وكيهدئ البشره وكيعالج الانتفاخ اللي كيكون تحت العين وكتهدئ الحرق ديال الشمس، وكتعالج المسام المفتوحه، وكتحارب السيلوليت، وكتخفف من ظهور البقع. هاد بالنسبه للخيار البنات، شوفوا انا حكيته بالقشره ديالته يعني باش نستافد من كاع داكشي اللي فيه كامل. ودابا غناخذوا الخيزو او الجزر، كيف كتشوفوا انا راه ما نقيتو ما حتى شي حاجه، والجزر حتى هو راه كيحتوي على العديد من المواد الغذائيه والفيتامينات والالياف، وكيعالج البقع والندبات ومكافحه الشيخوخه، وكيمتلك واحد النسبه عاليه من فيتامين ا، وكيحمي كيحمي البشره من اشعه الشمس. انا حكيت منه داكشي اللي غيكفيني، حكوا نتوما الا بغيتو لكل جزر الغالب حكوه كامل، ما بغيتوش حكوا غير النص ديالو. انا المهم انا خديت غير نص، بحال هكا نص خيزوه او جزره ونص خياره ونص بطاطا صافي.
وغنجيب واحد زلافه، وغناخد هذاك الخضر كاملين اللي حكيتهم وغنعصر الماء ديالهم. شوفوا بهذه الطريقه، شوفوا يعني هذا قناع وفي نفس الوقت مغذي للبشره البنات، لانه كله فيتامينات. هانتوما راه كتشوفوا راه ما كاينش شي حاجه ما كايناش، راه شي حاجه موجوده في كل بيت وفي كل دار. يعني انا ما بغيتيش تنوضي تتبالي بوجهك. المهم البنات هانتوما انا عصرت كل شيء، وغنجيب واحد الصفايه باش نخلي الخليط ديالي يكون ناعم، باش ملي نحطو على وجهي بحال شاري هذاك الماسك هذاك الاسود اللي كيتباع عند مول الماكياج بحال هكاك، وانما غير هذا مصنوع في الدار وبايدك وعارفه اشنو دايره فيه والفيتامينات اللي فيه. انتما كتشوفوا الخضر اللي فيه، يعني شي حاجه مضمونه مليار في المية. المهم جبت زلافه اخرى، وغناخذ هاد الشبيكه هذه اللي كنصفيو فيها القهوه ولا الحليب، صفيتو فيها باش ناخذ غير الماء ديالو صافي. وفي هاد الحاله هذه غنزيد عليه واحد جوج معالق ديال جيلاتين نباتي الطبيعي. البنات سيروا عند مول الحلويات تقول لي يعطيني جيلاتين نباتي الطبيعي، رسميته غارا غارا وهذا هو الاسم ديالو. المهم زدت عليه واحد جوج معالق. نتوما الا كنتو هاد الكميه هذه انا اللي درت، راه درتها انا وصاحبتي، لاني وجهي وجهها يعني كفاتني انا وياها صافي. درت واحد المقله فيها الماء سخون الماء بارد، وحطيت فيه ديك الزلافه بحال حمام مريم حتى كيسخن الماء وكيدوب لينا داك الجيلاتين، وحنا تنخلطو حتى كيدوب. وبالنسبه للماء اللي في المقله ما ترميوش البنات، لان مازال غنحتاجوه، لانه ملي غنديروا الطبقه الاولى هذا هو السر من الاسرار اللي كيخبيوهم بزاف وكيوريكم غير اللي بغاو. كنديروا الطبقه الاولى وكنديروا الطبقه الثانيه باش كنغلضوا الطبقه، باش ملي كنجيو نحيدوه من وجهنا ما كيجينا ساهل. المهم البنات شوفوا ها نتوما انا راه كنوريكم، وفي نفس الوقت كنعاود نشرح لكم باش تفهموا كل شيء. شوفوا حتى كيولي الخليط عندي جاري مزيان صافي، وكنهزو من هاد المقله هذه وكنخليه يدفى غير شويه يدفى. عندكم تحطوه البنات على وجهكم سخون، ما تحطوش على وجهكم سخون لتوليو محروقين، تولوا معالجين حاجه ومخليين حاجه. المهم تيدفى غير هو ما يبردش، لانه الا برد راه كيجمد. ها نتوما هي زلافه عندي دفات صافي. كنجيب شي شيشه بحال هكا ديال فوندوتان باش كناخذ داك الماسك بواحد الطريقه زوينه يتحط ليا في الوجه مقاد. المهم انا راه درت واحد الغلط وانا غنقول لكم شنو هو اللي ما ديروش حتى نتوما. المهم ها نتوما شوفوا انا راه كنحطو على وجهي كامل. انا ما عنديش الزغب بزاف، انا عندي الزغب زعر او شهب كيف كنقولوا، ما كيبانش بزاف، وانما ملي كنحيدو عرفتي وجهي ولا ما نعاودش لكم يعني تفتح اكثر. المهم البنات الغلط اللي درت انني وصلته للجفون ديالي، نتوما لا خليوكم غير في حناكم باش ديك الريحه ديال الجيلاتين. انا حيت عندي الحساسيه في عينيا ديك الريحه ديال الجيلاتين عينيا دمعوا ملي بغيت نحيدو، ماشي بغيت نحيدو حيت ضرني، لا غير الريحه ديال الجيلاتين، اما هو راه ما ضرني ما حتى شي حاجه عادي بحال اللي كديري لاصيغ لوجهك فعند مرات الصالون بحال هكاك. المهم انا طليت الطبقه الاولى كيف كتشوفوا وغنخليوها حتى تنشف، وغنعاود الطبقه الثانيه، وملي غنبغي نعاود الطبقه الثانيه غيكون هذاك الخليط جمد ليكم، غترجعوه لديك المقله وغتشعلوا عليها البوطه حتى يترخى عاوتاني يترخف صافي، وديروا الطبقه الثانيه تكون شويه غليظه. المهم بالنسبه للاول انا راه مشيت درت ليه السوشوار بارد الوجهي باش دغيا ينشف ليا، ما بغيتوش ديروا السوشوار خليوه في وجهكم واحد 40 دقيقه حتى ينشف البنات، حتى ينشف مزيان عاد باش ديروا الطبقه الثانيه باش كتشد بحال هكا وكتغلى الطبقه الثانيه. وردوا البال لحجبانكم، انا شوفوا انا راه قربت لحجباني كنت غنطير حاجبي. المهم ردوا البال لحجبانكم، والله البنات حتى مغذي للبشره ومفيد بزاف بزاف، ونقى لي وجهي نقاه، عرفتي شنو نقاه وحق الله حتى نقاه. انا كان وجهي نقي غير هو كان فيه دوك الزغب دوك الزغب شهب، وكان عندي الدوفي شويه طالع عرفتي، وكان واحد شويه الرؤوس السوداء كانوا عندي في نيفي، نقى لي البشره ديالتي رجعها غزاله البنات. المهم ها نتوما ها هو ملي كرم، شوفوا كرم، انا كندوز ايدي كارم صافي، غنبدا من التحت غير نتوما ملي بداو تبغاو تبداو تجروا جروا ووركوا بايدكم باش ما البشره عندكم ما ترهل ما حتى شي حاجه، ايد كتجر وايد كتشد البشره كتشد الوجه ديالكم. المهم سمحوا لي على صداع الوليدات، كان مونطي في الفيديو هما تيلعبوا، راكم عارفين كاع عندكم وليداتكم. المهم ها نتوما جروا والبشره ديالكم باش ما تطراهاش وركو، انا خاصكم راه بوحاطيه
شوفوا والله حتى بوحاطيه غاديروها البنات وردوا عليا، انا راه اكبر بوحاطيه والله العظيم، لحمي عزيز عليا بزاف. المهم البنات هانتوما جروا غير شويه او تجروا تحيدوا، تجروا تحيدوا حتى غيتحيد معكم كامل، وغتحصلوا على واحد النتيجه اللي غترضيكم وغتعجبكم وبزاف البنات، غير جربوا والله الا بزاف. شوفوا شوفوا التبوحيط، كان تبوحط بعدا. شوفوا شوفوا عرفتي دابا انا كنهضر معاكم وحق الله، وكيف صورت لكم الفيديو في الاول البشره ديالي ولات ناعمه ولات رطبه بحال ديال شي بيبي، لان داك الزغب اللي كان راه كيعطيك ظل الوجه وكيسمر جوج درجات، يعني الزغب ما يكونش في الوجه يكون احسن فاحسن. شوفوا ها ما مغاسله ما دايره لا فوندو تام حتى شي حاجه نهائيا، انتما كتشوفوا قدامكم، ما انا اصلا ما تنديرش فوندو تام لوجهي، ما تنديرهاش لي، كندير انا واقي الشمس فقط، ما كنديرش فوندو تان للوجه. ها انتما راه قلت لكم وصلت انا للطرف ديال العين ديالي وعطاني ديك الريحه ديال الجيلاتين، صافي وعينيا دمعوا. شوفوا غنبان لكم كنبكي، وانما راه ما كنبكيش حيت توعدت، راه والله ما وعدتني البنات، غير جربوا. غير هي قلت لكم السر في هذا الماسك هذا هو انكم ديروه غليظ، الطبقه تكون غليظه، الطبقه الاولى تكون غليظه والطبقه الثانيه تكون غليظه. مهم انا الطبوحيط كنعطيه 10 0، الطبوحيط ما نعاودش لكم، لحمي خايب بعدا، انا اللي عاسني كنولي زرقاء عاد بزيد وجهي. ها انتوما شو شو بكيت بالدموع، ناري 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 ناديه شحال فوق ديال الطبوحيط هذيك، راه والله العظيم البنات حتى غير الريحه ديال الجيلاتين، لان عينيا عينيا فيهم الحساسيه، عندي الحساسيه وهاد الجيلاتين ما تحملتوش العينية. صافي البنات دابا خاصنا نحيدوا لهاد الاحمرار هذا، راه وجهي ولا احمر، خاصنا نحيدوا الاحمرار باش ما ينوضش لينا لا حبوب لا حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت نسدوا المسام ديالنا. غنمشي غنجيب معاكم دوك اللي كنت صايبت ديالت شو، كنوريكم الزغب شهب ما غيبانش ليكم، زعر كيف كنقولوا، كل واحد واش كيقول لي، شي كيقول لي زعر، شي كيقول لي شهب، كل وشنو كيقول لي، واني والله الا الناس ماسك فعال قسما بالله، انا راه ما نعطيكمش اي كان. دابا باش نسدو المسام ديالنا اللي كنا فتحنا قبل، مشيت جبت هادو اللي كنت مصاوبه معاكم ديال الهالات السود، انا غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، باردين من فريغو، دوزتهم على وجهي مزيان، وانا راه كندير واحد الطريقه ديما هي اللي غنشاركها معاكم البنات، وما غنخزن عليكم حتى شي حاجه، انا ديما عندي في الثلاجه واحد شويه الفورص ديال الحلويات، دايره في سوبر ودايره في الفريغو ديما، الا كنت كنقلي الله يستر، الا كنت كنقلي البطاطا ولا شي حاجه وتحركت كنخلطو دغيا مع شويه الحليب وكندوزو بحال الا كنت كنكذب. المهم ها هو شويه الفورص وها هو الحليب بارد، حتى هو راه كان عندي في الفريغو، درتو في الفريغو هو كان بارد ديجا، وانا طلعتو الفريغو باش يزيد يبرد، وهذاك الدقيق راه كان عندي في الفريغو. صافي كنخلط شويه الحليب وشويه الدقيق ودرتو الماسك لوجهي، عرفتي البنات وحق الله تبييض، وفي نفس الوقت كيبرد ديك الهيجان ديال البشره ما كيخليهاش، وفي نفس الوقت ما كيخليش الحبوب ينوض من وراء من وراء من وراء تنظيف البشره. هذا هو اللي كندير انا، هذا هو القناع اللي كندير، قلت لكم انا الفورس ما كيخطانيش من فريغو، كنخليه ديما في الفريغو في واحد البلاوه بواطه، الله يحضر السلامه لو وقعت شي حاجه كيكون عندي، كنخلطو مع شويه الحليب وكندهنو في البلاصه اللي تحرقت فيها والبلاصه اللي طالع ليا فيها الزيت ولا شي حاجه. شوفوا حالتي، شوفي واني ماشي مشكل، كلشي كله يهون لاجل عيونكم كله يهون. المهم البنات غنخليو هذا الماسك برد عليا بزاف وجهي والله الا بردو. صافي ها هو نشف، شوفوا ملي نشف غنغسلو بالماء يكون بارد، دابا حنا كنستعملو باش نسدو المسام ديالنا. صافي ودرت ليه زيت اللوز الحلو، دهنته بزيت اللوز الحلو. صافي انا راه درتو في الليل ومشيت نعست مع راسي حتى لغد الصباح، عاد باش درت لكم المقدمه والمؤخره ديال الفيديو باش تكون المصداقيه وما نكذب عليكم في حتى شي حاجه، وتشوفوا وجهي كيفاش الصباح لحبوب لا حتى شي حاجه. خليكم مع بقيه الفيديو ونطلعوا، مع السلامه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكيف كتشوفوا فيديو رائع، والبشره كترجع رائعه البنات، وكترجع لابو ديالك كترجع ملسه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الصحاب والخوت باش تعم الفائده، ومرحبا والف مرحبا ومع السلامه.